الدوحة على مدى 10 أيام معسكرا تدريبيا لرياضة تاي بوكسينج، وشارك فيها أبطال من هولندا والمغرب بالإضافة إلى عدد من هواة هذه الرياضة في قطر، مما فتح المجال لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر الأساليب التدريبية المتبعة. التاي بوكسينج من الاسم يظهر ارتباطها بتايلاند، وهي بالفعل الرياضة الوطنية الأولى هناك، لكنها تخطت الحدود وانتشرت في أرجاء المعمورة وخصوصا في أوروبا. وبسبب شهرتها وتميز بعض الدول العربية بها، استغل نادي الأبطال في الدوحة هذه الفرصة واستضاف نخبة من أبطال العالم الحاليين والسابقين. رياضة التاي بوكسينج هي رياضة وليدة في قطر، فإحنا حبينا من خلال نادي الأبطال أنه نستقطب خبرات عالمية، أبطال عالم من هولندا ومن المغرب. وإحنا عندنا أصلا مدربين أبطال عالم من المغرب، نقل هذه الخبرات حيثري رياضة التاي بوكسينج في قطر، وبعدين إن شاء الله تكون هي بداية لتأسيس اتحاد لرياضة التاي بوكسينج. تعتبر المغرب من أقدم الدول العربية اهتماما بالتاي بوكسينج، واستطاع أبطالها التميز على المستوى الأوروبي، وتربع العشرات منهم على عرش بطولة العالم، غير أن هذه الرياضة ما زالت مغمورة في العديد من الدول العربية. كنت ألعب ملاكمة من زمان، بدلت الملاكمة على التاي بوكسينج. اللي فرق بين الملاكمة والتاي بوكسينج أن التاي بوكسينج يستعملون رجل فيها، والملاكمة بس يستعملون الإيدين. جربت قلت خلني ابتدي في الموي تاي اللي هو التاي بوكسينج، ولعبته وجت يعني رياضة استفدت منها اشياء واجدة. تعرف هذه الرياضة باسم اخر وهو موي تاي، وتعني فنون استخدام اعضاء الجسم الثمانية، ولاتقانها يحتاج الشخص الى تدريبات مكثفة والى مدربين على مستوى عالي. فيها لكم، فيها ضربات بالرجل، فيها ضربات بالكوع، ضربات بالركبة، يعني أنها رياضة متكاملة، يعني ورياضة قوية الصراحة، وكذلك رياضة اللي فيها فرجة لأنها تلعب في الحلبة وفيها احتراف وفيها هواة. تتميز الدول الأوروبية بالبنية التحتية المهيئة لتخريج أبطال بشكل متواصل، واستغلت المغرب توفر ذلك في هولندا وفرنسا على سبيل المثال، وهو ما انعكس بالإيجاب على مستوى رياضيها. هذا العام سأعتزل وأتجه إلى التدريب، وسأحاول نقل خبرتي خلال 22 عاما إلى أبناء بلدي وإلى أشقاء العرب. بوجود تلك الخبرات في عالم رياضة التاي بوكسينج، سيستفيد هؤلاء الأطفال من سنوات التجارب الطويلة لمصطفى وزملائه في الحلبات العالمية، أو على الأقل سيتقنون رياضة تعطيهم الشجاعة وكيفية الدفاع عن النفس والبقاء بلياقة جيدة بالتأكيد. بدر الزير، الجزيرة، الدوحة. ومعنا في الاستوديو عصام العفيفي، البطل في رياضة التاي بوكسينج. مرحبا بك. الله يبارك فيك. هذه الرياضة مزيج على ما يبدو هي بين الملاكمة والتايكواندو، أقرب بعيدة عن الكاراتيه أقرب إلى التايكواندو، ماذا تحدثنا عنها؟ رياضة التاي بوكسينج هي مزيج من الملاكمة ومن التايكواندو، يعني تستخدم فيها الملاكمة والكوع والرجل، بالإضافة عنها فيها المسك الكلينشينج، بيسمى بالكلينشينج في الموي تاي. هي عندها اسمين، فيها التاي بوكسينج وفيها اسم آخر اسمه الموي تاي. نعم، هل هناك من قوانين خاصة لها للحركات لحساب النقاط؟ هل هناك بطولات تقام؟ هي فيها بطولات عالمية احترافية وفيها في نفس الوقت بطولات عالمية أماتير هواة. هي احتسب بحسب النقاط الضرب لكم، وفيها كمان القاضية يشوفوا إذا كانت القاضية يعني خلاص، وإذا يعني بالنقاط مثل الملاكمة والقاضية مثل الملاكمة، مثل الملاكمة يعني نفس القوانين. وضربات القدم، هل هناك نقاط أكثر للضربات القدم أم لليد؟ الضرب في الرأس يكون أكثر نقط، في الوسط نحسب ضربة واحدة نقطة واحدة، في الرأس نحسب نقطتين. يعني ما يميز هذه الرياضة غير أنها تستعمل القدم؟ ما هي المواصفات اللي يجب أن تتوفر بممارسة هذه الرياضة؟ الرياضة دي الميزة فيها أنها رياضة بسيطة، يعني أي إنسان في متناول كل أعمار، صغير كبير، ما فيها هي تتطلب لياقة بدنية هائلة، يعني مش كرياضات آخرين، أي رياضة تتطلب لياقة بدنية هائلة، بس الرياضة دي صعبة كثير.
وسهلة في نفس الوقت لكن الإنسان حبيبها. نعم، يعني أعتقد أن مثلا رياضة التايكوندو على سبيل المثال فيها أكثر من حركات استعراضية أكثر من حركات هجومية، هل يصح هذا القول؟ رياضة التايكوندو رياضة كمان رياضة كويسة، هي فيها كل حركات الرجل، هي أصلا مختصة في رياضة الرجل. نعم. بس التاي بوكسينج الاختلاف عليها أن زائد عليها الركب والضرب يكون أسفل، إحنا مسموح لنا نضرب أسفل وفيها ضرب أخطر أعتقد. البوكسينج التاي بوكسينج فيها ضرب في الفخذ لأنها تختلف على الكيك بوكسينج، معظم ما يفرج ما بين الكيك بوكسينج. نعم. والتاي بوكسينج، الكيك بوكسينج والفرق بينه وبين التاي بوكسينج، في التاي يمكن لك تستخدم الكوع وتستخدم الركب، هي تختلف جذريا عن الكيك بوكس بس مش اشياء. نعم. يعني كثير. ماذا عن اسماء عفوا ابطال في هذه اللعب، هل هي منتشره بشكل كبير في الوطن العربي؟ هي منتشره في الوطن، بس الدوله الوحيده اللي تواجه الغرب هم المغرب. مراتب الاولى في العالم واخذينها المغاربه، المغرب، الروس، هولندا، تايلاند. هل هناك من اسماء ابطال معروفين؟ في كاين مصطفى الاخصم، بدر حاري، تجارتي، الشهباري، كثير حققوا بطولات عالمية، كلهم أبطال العالم. حوالي في المغرب في الخزانة الجامعة الملكية المغربية للتاي بوكسينج في حوالي 300 مغربي كله بطل العالم. وهناك اتحادات في الدول العربية لهذه الرياضة أم تقتصر على المغرب؟ في اتحادات في الدول العربية زي الأردن، زي لبنان، زي الجزائر، زي تونس والمغرب. باختصار أهمية المعسكر الذي كان في الدوحة قبل أيام. أهمية المعسكر، أول شيء أن ننشر الرياضة دي هون في قطر ونحببها الناس وجبنا لهم محترفين. نعم. أبطال عالميين، وهم اللي أشرفوا ومدرب منتخب المغرب وأخوي جواد ورئيس الحسن الهلالي لجنة الاحتراف، هو اللي كانوا أشرفوا على الدورة دي في النادي دي شامبين. نعم، شكرا جزيلا عصام العفيفي المدرب والبطل في التاي بوكسينج. يعطيك العافية. الله يبارك فيك.